ونعود مرة أخرى إلى القوات المسلحة. القوات المسلحة الحقيقة قامت بتوزيع، ودي مش أول مرة، قامت بتوزيع 1,000,000 حصة غذائية على المواطنين بنصف الثمن، وإحنا عارفين إنه في هذه الـ فيما تقوم به القوات المسلحة من سواء العربيات اللي بتطرح فيها اللحوم وتطرح فيها المنتجات الغذائية والخضر والفاكهة وغيره، سواء العربيات المتنقلة أو الثابتة، سواء الحملات اللي بتنزل دي، ما بيكونش الهدف الربح، بيكون الهدف توفير سلع غذائية للمواطنين بأسعار مقبولة. الحاجة اللي بره ب50 لما اديها له ب25 ولا 26 طبعا هو المستفيد كمواطن. اللحوم وغيره، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدأت بالفعل القوات المسلحة في توزيع الحصة الرابعة من العبوات الغذائية المخفضة بواقع 1,000,000 عبوة جديدة في مختلف محافظات الجمهورية بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة. ده كان ضمن مخطط لطرح 8,000,000 عبوة تموينية جاري بالفعل تجهيزها وتوزيعها على دفعات. أنا بعتقد أنه إن شاء الله بإذن الله على دخلة رمضان هيكون في نشاطات أكتر، وإن شاء الله بإذن الله يكون في توزيع لسلع غذائية أكتر، وإن شاء الله يا رب تكون الأسعار ظبطت أكتر. إحنا يعني مستنين 6 شهور ومستنين دخلة رمضان، أنا متفائلة على دخلة رمضان بإذن الله، حاسة أنه هيكون الدنيا أهدى شوية. الحقيقة إنه القيادة العامة للقوات المسلحة كانت إدت أوامر إنه يتم تنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تدخل في نطاق مسؤوليتها لتنظيم وتحديد نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة وتسيير أسطول من السيارات المجهزة للمناطق الأكثر احتياجا خصوصا في المناطق النائية. ودايما الحقيقة ده اللي عنينا عليه، ودايما ده اللي بتوصل له الإغاثات أو بتوصل له هذه السلع التموينية. أولا نشاهد معا هذا التقرير. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدأت القوات المسلحة في توزيع الحصة الرابعة من العبوات الغذائية المخفضة بواقع 1,000,000 عبوة جديدة في مختلف محافظات الجمهورية بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن مخطط لطرح 8,000,000 عبوة تموينية. وطبقا لأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة، تم التنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تدخل في نطاق مسؤولياتها لتنظيم وتحديد نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة وتسيير أسطول من السيارات المجهزة للمناطق الأكثر احتياجا خاصة في المناطق النائية، ووصول العبوات إلى أكبر قدر من المستحقين على مستوى الجمهورية، وقد أشاد بذلك العديد من المواطنين. طبعا احنا بالنسبة للكرتونة دي بتوفرنا توفير جامد، ما هي كرتونة بتعدي 50 جنيه، انا باخدها 25 جنيه، ده من سيد رئيس الجمهورية، ربنا يبارك له يعني، وربنا يخليه لنا ويحفظه لنا ويحافظ لنا على البلد الحمد لله رب العالمين يعني. فطبعا النهارده الزيت مثلا ماخدها، الكرتونه ماخدها ب 25، هتوفر معايا النهارده 65 جنيه. طبعا قوات المسلحه طبعا هي اللي بتشرف عليها، فطبعا تلاقي حاجه نظيفه وحاجه جميله، والوزن طبعا حاجه حلوه. دي بره ولا 70 جنيه، وهنا دلوقتي في الجيش ب 25 جنيه، يعني كتر خير الدوله وكتر خير الجيش. مبسوط عشان بالغلاب، احنا غلاب بتفك كربنا، دي بتفك كربنا يعني، عامله لنا كتير يعني. ازازه الزيت فيها بايه ولا كيلو السكر؟ الحمد لله ربنا يخلي لنا السيسي يا رب، ويخلي الشعب ويحمي مصر. يعني كرتونه محتوياتها جميله جدا وب 25 جنيه. القوات المسلحه دايما للعطاء والجوده، وبتدينا دايما كل حاجه، طبعا منتظرين منها اكتر واكتر من كده. ما هو مكرونه وسكر ورز وزيت وشاي، واخده بال حضرتك، وفيها صلصه، يعني الحاجات دي موفره معانا كتير قوي عن بره، يعني تحيا مصر، فعلا تحيا مصر. سعر الكرتونه واخدها ب 25 جنيه، لو اجيبها من بره ب 75 جنيه. هل هو كتر خيره بصراحه، هو يعمل ايه ولا ايه؟ ده خد البلد زي ما يكون واحد خد بلد متداينه وبيسد فيها حبه حبه، كتر خيره بصراحه. انت بيكون عليك دين بيسد واحده واحده وبتتعب، هو كتر خيره برضك. احنا حسبناها طلع ب 70 جنيه بناخدها ب 25، في ازاز الزيت كيلو سكر، وبتنفع يعني في البيت، احنا زي ما بنلاقيش بره. جميله طبعا في ظل الغلا اللي احنا فيه، الحمد لله يعني ان في حاجه بتخفف عن الناس. تحيا مصر، احنا مالناش غيرهم سندنا يعني، في الغلا وفي الرخص وفي الحرب وفي السلم سندنا في كل حاجه، الحمد لله على وجودهم. حاجه موفره وسلع كويسه، انا جربتها قبل كده، حاجه اخر جوده مفيش بعد كده.
تحيا مصر طبعا، احنا لينا غيرها. كما شهدت نقاط التوزيع إقبالا لافتا من الجماهير لشراء العبوات التي يتم طرحها بنصف ثمن التكلفة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة ومؤسساتها المختلفة للمعاونة في تخفيف العبء عن كاهل أبناء الشعب المصري.